تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية وصباح السعادة وصباح الصحة. يا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. أرحب فريق العمل معي اليوم في الإعداد أستاذ يوسف سعد، وفي التنسيق والمتابعة والإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأيضا أرحب بالأخت آمنة العلي. صباح الخير. صباح النور. يا مرحبا وسهلا، أنا محدثكم اليوم عبد الله جمعة، ودائما مستمعينا الأعزاء من خلال برنامج صحة وسعادة نرحب باتصالاتكم ونرحب بملاحظاتكم وبمشاركاتكم في برنامج صحة وسعادة على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومثل ما عودناكم دائما نحب نذكر مستمعينا ومتابعينا عن أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا. دائما مستمعينا كونوا حريصين على ترك مسافة آمنة مع الآخرين، وأيضا حافظوا على لبس الكمامة وخاصة في الأماكن المغلقة، ولا تنسون دائما طبعا غسل اليدين بشكل مستمر، ودائما نحن نذكر أن المدة لا تقل عن 20 ثانية. وخلنا نستعرض معاكم مستمعين الأعزاء فقرات برنامجنا لهذا اليوم. ومثل ما تعرفون برنامج صحة وسعادة فقرات متنوعة، عندنا كل يوم أخبار محلية وعالمية وعناوين أخبارنا لهذا اليوم. العنوان الأول أكثر أعراض الخرف شيوعا، وخبرنا الثاني كيف سيكون طعام المستقبل. مستمعينا ومتابعينا الخبر هذا جميل، بتعرفون هل مستقبلا بيكون في الأطعمة اللي نحن ناكلها اليوم ولا أن هناك أكلات مستقبلية جديدة. وآخر خبر بيكون أين تختبئ الأفكار غير المرغوبة. ومثل ما عودناكم دائما عندنا فقرة السوشيال ميديا والمتداول على صفحات هيئة الصحة بدبي، وأيضا اليوم عندنا فقرة مستجدات كوفيد-19 تحت عنوان المخالطون في المدارس. ودائما عندنا مصطلح طبي يومي، ومصطلحنا الطبي لهذا اليوم الأدوية الأساسية، وبعد فقرة المصطلح الطبي فقرة التغذية، وتحت عنوان مشكلة الإدمان على السكر بنتحدث في هذا الموضوع بشكل تفاصيلي أكثر، وفقرة تقنيات حديثة، واليوم بنتكلم عن تقنية مهمة جدا الحقيقة وهي O-Arm، بنتكلم عن هذا الموضوع أكثر مع الأستاذ خلود عبد الله آل علي. هاي كلها فقراتنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، دائما نذكركم بالتواصل معنا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة 4006. ومستمعينا ومتابعينا خلنا نرجع إلى الأخبار وناخذ أول خبر لهذا اليوم مع الأخت آمنة آل علي. أهلا أخوي عبد الله. طبعا خبرنا اليوم يقول إن أين تختبئ الأفكار الغير مرغوب فيها؟ يمكن أن تكون الأفكار السلبية التي لا يمكن التخلص منها ضارة للغاية بصحتك. وتقول دراسة حديثة أجرتها جامعة موناش الأسترالية إن الأفكار الغير مرغوب فيها قد ننساها أو نظن أنها لم تعد في الدماغ، لكن الحقيقة غير ذلك، حيث يتم تخزين تلك الأفكار في جزء من الدماغ. وتشير هذه الدراسة إلى أن محاولة التخلص من بعض الأفكار المتكررة كوسيلة لمنح أدمغتنا استراحة وحماية صحتنا العقلية ليست هي أفضل الحلول. قال عالم الأعصاب الإدراكي روجر من جامعة موناش في أستراليا إن الدراسة أوضحت أن الأفكار المكبوتة
وغير المرغوب فيها يتم تخزينها وحفظها بالفعل في شبكة من مناطق الدماغ، وهي تسبب فيما يسمى باضطرابات التفكير المتطفلة مثل اضطرابات ما بعد الصدمة. نعم أختي آمنة، ومن أين تختبئ الأفكار غير المرغوبة إلى كيف سيكون طعامنا المستقبل أختي آمنة؟ حسب الدراسة بأن يعني هناك استبدال بخصوص موضوع الأكلات اللي نحن متعودين عليها، حسب الدراسة أنه سيتم مستقبلا استبدال اللحوم بالمأكولات البحرية مثل الطحالب والمحار والأسماك الصغيرة كونها صحية وغير أيضا ضارة بالبيئة، وأن أيضا تربية المواشي لا تتفق مع مفهوم التنمية المستدامة. فأختي آمنة مستقبلا يعني ما في لا دياي ولا لحم، الاعتماد كله بتكون على الأسماك. وأيضا درس علماء جامعة كوبنهام الدنماركية السلوك الاستهلاكي عند اختيار التغذية، وعلى ضوء ذلك يتوقعون أنه سيتم استبدال اللحوم في سلة المواد الغذائية الأوروبية بالمأكولات البحرية في المستقبل. فاللي ما يحب المأكولات البحرية لازم يعود نفسه من اليوم أنه يأكل مأكولات بحرية. متابعينا الأعزاء، مع فقرة السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، ومع زميلتنا الأخت أسمى الجناحي. صباح الخير. صبحتم الله بنور وسرور أخوي عبد الله والأخت منى وكل المستمعين وكل المستمعين ذات نور دبي. يا صباح النور والسعادة والطاقة الإيجابية. دام تكلمتوا عن المتلازمة الصدمة، في معلومة أنا قريتها في أحد الدراسات اللي تنشر أونلاين، تقول أن أغلب الأشخاص اللي يعانون من متلازمة الصدمة دائما عندهم الاستذكار السريع مع المشاعر اللي تكون موجودة في الوقت اللي كان يتعرضون فيه للصدمة. فدائما أفضل شيء للإنسان، بما نحن في شهر الصحة النفسية، إذا كان في أي شيء مضايقنا ما يمنع أنه يرجع لأي شخص مختص يتواصل معه، لأن في النهاية لو ما كان في أي مشكلة كأنه ما في مشاكل، يعني ما في إنسان كامل، ما في حياة يعني 100% كلها يعني سعيدة، لكن نحن كيف نتخلص ونتغلب على كل العقبات النفسية اللي تمر فيها، هذا هو الشيء الصحيح. لأن كل ما زادت العقدة كل ما كان الإنسان باله حتى قصير، تشوف واحد وايد يعصب بسرعة، نعم صح، كان هادي وصار عصبي، ففي أشياء وايد تغير في السلوكيات يمكن الشخص نفسه ما ينتبه لها لكن اللي حوله ينتبهون. فدائما ننصح الجميع إذا حسوا إنهم يحتاجون إلا يتكلمون مع مختصين، الأفضل يتكلمون مع مختصين، مو ناس أونلاين ولا ريسيرش وهذا، لا شخص مختص. نيع عن قنوات التواصل الاجتماعي، كنا أمس حاطين بعض الأرقام والبيانات حول سرطان الثدي في هيئة الصحة بدبي، اللي نحن عندنا تقريبا 6 منشآت صحية توفر خدمات الكشف المبكر، وننصح الجميع في شهر توعية بسرطان الثدي أن يون ويقومون بالفحص. في 3 أنواع من الفحوصات تكلمنا عنها، في أشخاص يمكن ما يحتاجون يون المستشفيات للفحص الدوري حسب العمر حسب الفئة، لكن إذا كان الشخص يعني في مرحلة كبيرة من العمر ما يمنع أن هي عند الطبيب يسوي الفحص الطبي، أو الماموغرام إذا كان فوق 40 سنة أو عنده تاريخ عائلي. أيضا من ضمن الأشياء اللي صارت أمس كان في بعض الحسابات، منها حساب هيئة الصحة والقنصلية الهندية في دبي، كانوا يعني يشاركون الجميع بالأشياء اللي قاعد تصير في مؤتمر العلاقات الإماراتية الهندية في القطاع الصحي في الرعاية الصحية، وكان هناك مباحثات كثيرة لتعزيز العلاقة والتعاون بين هيئة الصحة بدبي والمؤسسات الصحية في الهند. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا مركزين عليها الصحة النفسية لخط الدفاع الأول، لأن في النهاية الأشياء اللي يعني أنهم يواجهونها لازم مثل ما قلنا الصحة النفسية أن يتخلصون من الأشياء أول بأول. نعم. كل ما نحن كتمنا كل ما تعبنا، فكان في بعض النصائح اللي كنا حاطينها لخط الدفاع الأول. أي تغيب أغلب الأشياء وأهم الأشياء اللي ذكرناها، دمتي بصحة وسعادة أختي أسمى الجناحي، شكرا لك.
مستمعينا الأعزاء، ومن فقرة السوشيال ميديا إلى فقرة مستجدات كوفيد 19 تحت عنوان المخالطون في المدارس، ولكن بعد الفاصل مستمعينا ومتابعينا راجعيكم، ودائما نقول خلكم مع صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم سهلة في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. ومن خلال برنامج صحة وسعادة مستمعينا ومتابعينا دائما نذكركم بالتواصل على الأرقام 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وأختي آمنة، دائما نحن ومن خلال أيضا يعني فقراتنا اليومية نذكر مستمعينا ومتابعينا الأعزاء عن أهمية يعني الإجراءات الاحترازية بخصوص فيروس كورونا. واليوم موضوعنا فقرة مستجدات كوفيد 19 تحت عنوان المخالطون في المدارس. نعم أخوي عبد الله، مثل ما تعرف إن ما زال القطاع الصحي على خط المواجهة مع كوفيد 19. نعم. وما زالت ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية قائمة، ولذلك تسعى هيئة الصحة بدبي من خلال قطاعاتها وإداراتها المختلفة لتعزيز الوقاية وتنمية الوعي المجتمعي تجاه فيروس كورونا وطرق الحماية منه، وخاصة في المدارس. وعشان نتكلم على هالموضوع أكثر، معانا اليوم الدكتورة سوسن النحاس، أخصائي أول ورئيس قسم الصحة المدرسية في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة سوسن. صباح النور، هلا أخت آمنة. أهلا دكتورة. مرحبا دكتورة، صبحك الله بالخير والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور. دكتورة، بداية نبى ناخذ منك أو نبى نعرف منك شو هو دور أولياء الأمور إنهم يقون أطفالهم من فيروس كورونا. بالنسبة لأولياء الأمور، كإرشادات عامة على كل ولي أمر في البداية أنه يعرف شو هي أعراض وعلامات المرض، مثل الحمى، الصداع، السعال اللي هي أعراض الإنفلونزا. المفروض دائما يكونون ملتزمين بالتعليمات الصحية الصادرة من المدرسة، من الهيئات المعنية. يعني نحب أن نأكد لهم أن المدارس يعني قاعدين يتبعون التعليمات الصحية اللي صادرة من الجهات الرسمية، فيتعاونون مع المدارس. يعني دائما نطلب من الأهالي يتعاونوا مع المدارس، لأن إحنا قاعدين نرتب كل شيء معهم وهم يتبعون تعليماتنا. وايد مهم أن الأولياء الأمور ما يرسلون أطفالهم لو كان عندهم أي أعراض من المرض. ففي حالة شافوا أي أعراض الصبح قبل لا يرسلوهم للمدرسة، يتأكدون أنه خلاص الطفل دام عنده أعراض المفروض ما يصير المدرسة، ما يداوم، ياخذونه أقرب عيادة صحية والاستشارة الطبية، وبيسوون له هناك فحص البي سي آر للتأكد أنه ما عنده كوفيد. نعم دكتورة. دكتورة، أنت بصفتك كشخص ممكن يوجه أولياء الأمور، شو تقولي لهم نصايح تقدمينها لأولياء الأمور في حال كان طفلهم مخالط لشخص مصاب بفيروس كورونا؟ أوكي، أول شيء شو هو المخالط؟ المخالط تعريفه أن أي شخص كان في قرب شخص ثاني بمسافة أقل من مترين مدة تزيد عن 15 دقيقة. فالأشخاص اللي جالسين في نفس المكان في مسافة أقل من مترين أكثر من 15 دقيقة، هذا يعتبر شخص مخالط لشخص ثاني كان مؤكد إصابته بفيروس كورونا. نعم. فعنا أول نصيحة نقدمها، لو كان هذا الشخص المصاب بكورونا من خارج المدرسة، يعني حد حواليهم في محيطهم، مثلا حد معاهم في البيت أو من أهلهم، وكان طفلهم فعلا على مقربة من هذا الشخص وطلع أنه مخالط لهذا الشخص، المفروض ما يطرشونه من المدرسة، يبلغون المدرسة أن طفلنا طلع مخالط، يلسونه في البيت لمدة 14 يوم، ويتأكدون خلال هذه 14 يوم أنه ما عنده أي أعراض، ما ظهرت عليه أي أعراض خلال هذه الفترة. فنحب نأكد على الأهالي لا تطرشون عيالكم لو طلعوا مخالطين، لازم يتمون في البيت ويكونون في حجر صحي، يعني ما يطلعون حتى برا البيت، ويكونون متبعين، يعني الأهالي تنتبه عليهم، تشيك على أعراضهم، تتأكد أنهم يعني معزولين عن البعض اللي في المنزل.
شيء ثاني وايد مهم نتأكد منه إنه لو طلعت الإصابة في المدرسة يعني معاه في نفس الصف، طبعاً المدرسة على طول تبلغ هيئة الصحة في البيت. هيئة الصحة تبدأ مرحلة التقصي. لو طلع طفلهم شخص مخالط، هيئة الصحة تبلغ المدرسة، المدرسة بتبلغ الأهالي إن طفلكم طلع مخالط. ففي هاي المرحلة بعد لازم هذا الطفل يجلس في البيت 14 يوم. كان هنا بعض الاستفسار من الأهالي إنه لا أنا بسوي له تست، يعني بسوي له فحص البي سي آر وإذا طلع نيجاتيف عادي يرد المدرسة. لا، التست أصلاً إحنا ننصح فيه الأشخاص اللي تظهر عليهم الأعراض. في حالة إنه ما ظهرت أعراض ما يتطلب من أي مخالط إنه يسوي الفحص، بس إكمال فترة الحجر الصحي اللي هي 14 يوم هاي جداً مهمة. يعني حتى في حالة إن أي حد سوى الفحص طلع نيجاتيف هو لازم يكمل 14 يوم مدة الحجر الصحي. نعم دكتورة. دكتورة يعني هذه كل النصائح اللي حابة تقدمينها ولا حابة تضيفين شيء زيادة؟ المخالطين لازم يتأكدون إنه ما عندهم أعراض. في حالة إن ظهرت عليهم أعراض خلال فترة 14 يوم يأخذونهم على أي مستشفى أو مركز صحي ويسوونهم فحص البي سي آر. في حال إن طلع الفحص نيجاتيف يكملون مدة 14 يوم، عقب 14 يوم يكون ما عندهم أعراض يقدرون يرجعون المدرسة. نعم. في حال إنهم طلعت بوزيتيف يتحولون لهم شخص مصاب ويدخلون في مرحلة العزل الصحي. فنطلب من أولياء الأمور التعاون مع المدرسة، يعني مثلا مرات يكون إن الأب طرش عيال المدرسة وهم في المدرسة ارتفعت عندهم الحرارة، فالمدرسة تأخذهم على غرفة العزل في نفس الوقت. في مدارس تقول لنا إن نتصل في أولياء الأمور تعالوا خلوهم من غرفة العزل، ما يرضون يعني يتأخرون على المدرسة. إحنا نطلب منهم أنهم يتعاونون، سيروا خذوا الطفل وخذوه لأقرب مركز صحي سووا له الفحص. يعني في أهالي يقولون لا هذا إنفلونزا ليش تقولون لنا سووا الفحص. نحب نأكد إن الإنفلونزا والكوفيد أعراضهم جدا متشابهة وبدون ما نسوي فحص البي سي آر ما منقدر نفرق بينهم. ففي حالة إن المدرسة قالت لكم خذوا الطفل ولا يرد المدرسة إلا بالفحص انهم يلتزمون بهاي الاجراءات. نعم، واحنا بدورنا دكتوره نوجه اولياء الامور بضروره الالتزام بتوجيهات المدرسه وبالتوجيهات العامه في الدوله، وهذا حمايه اهلهم وحمايه لاطفالهم كذلك. شكرا لك دكتوره سوسن النحاس، اخصائي اول ورئيس قسم الصحه المدرسيه بالانابه في هيئه الصحه بدبي. شكرا لك. شكرا، مع السلامه. اختئامنا ومن الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالمدارس إلى مصطلحنا، خلنا نسمع منك اليوم شو مصطلحنا الطبي لهذا اليوم، الأدوية الأساسية. نعم، الأدوية الأساسية معناها هي جرد الأدوية التي تعالج أكثر المشكلات الصحية إلحاحا في العالم، ويتم تحديد تلك الأدوية من خلال عملية مسندة بالبيانات، كما أن الجودة والمأمونية والمردودية تمثل المعايير الأساسية لاختيار تلك الأدوية، وتعطي القائمة النموذجية التي تم تشكيلها من قبل فرق الخبراء التابعة لمنظمة الصحة العالمية في عام 1977، ويجري تنقيحها الآن مرة كل سنتين لبلورة المشكلات الصحية الراهنة للبلدان الأعضاء في المنظمة، مثالاً يمكنها الاقتداء به للتكيف مع الاحتياجات الوطنية. ففي عام 1977 صدرت أول قائمة وهي تضم 208 أدوية أساسية لمكافحة الأمراض السائدة عالميا في ذلك الوقت. أما القائمة الحالية فتشمل 340 دواء، منها أدوية تعالج الأمراض ذات الأولوية مثل الملاريا والإيدز والسل ومشاكل الصحة الإنجابية، وأدوية أخرى تمكن من معالجة أمراض مزمنة مثل السرطان والسكري. نعم، اختيامنا شو رأيك ناخذ فاصل، وبعد الفاصل مستمعينا ومتابعينا الأعزاء عندنا فقرة التغذية اليوم تحت عنوان مشكلة الإدمان على السكر، فخلكم مستمعينا الأعزاء معانا، ودائما نقول خلكم مع صحة وسعادة. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء ومتابعينا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. ودائما مستمعينا
من خلال برنامج صحة وسعادة. نرحب باتصالاتكم ونرحب بمشاركاتكم ونرحب باستفساراتكم على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. انزين اختيامنا نحن، انا اجمل فقره صراحه عندي في البرنامج فقره التغذيه، واليوم تحت عنوان مشكله الادمان على السكر. نعم اخوي عبد الله، منو منا مو مدمن على السكر؟ ويمكن في ناس يوصلون يعني لمرحله كبيره من الادمان، وهالشيء اللي تحذر منه منظمه الصحه العالميه وخبراء التغذيه، وكلهم زعلانين من الناس اللي يدمنون السكر. واليوم معنا أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي أستاذة ندى علي. السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذة. أستاذة اليوم معنا موضوع مشكلة الإدمان على السكر. بعض الدوريات الطبية والتقارير المتخصصة تطلق اسم السم الأبيض على السكر، شو حقيقة هذا الوصف؟ هذا الوصف صحيح في حالة استهلاك كميات كبيرة أو كميات مفرطة من السكر، فلأن عند استهلاك هذه الكميات الكبيرة من السكر بعض يعني ما نستهلكه في جسم الإنسان يتحول للطاقة، والفائض عنها يتم تخزينها في الكبد كمركب جلايكوجين أو مثلا أو الدهون تتحول إلى دهون. نعم. فهذه تزيد الخطر مثلا من إصابة أمراض السكر، من زيادة الوزن، من أمراض القلب، وأيضا تأثر على الكبد. نعم أستاذة ندى، شو هي المخاطر الحقيقية الناجمة عن زيادة تناول السكر؟ نحن اليوم للتنبيه نتحدث عن السكر البسيط اللي هو مضاف للأكل، مثلا السكر المضاف للحلويات، السكريات، العصائر المضاف لها سكر، والمشروبات الغازية. أما السكر الطبيعي اللي متواجد في الحليب ومنتجات الألبان، في الفواكه وحتى النشويات، هاي كلها سكريات طبيعية لها فايدة أو ضروري لجسم الإنسان، وضررها إذا كان فائض بس هي في حالة استخدمت باعتدال فهي طبيعية جدا ومفيدة جدا. فبس بنتحدث عن السكر البسيط. نعم. فهو استهلاك المفرط للسكر البسيط أول شيء راح يخليك الجوع كل يعني تزيد سرعة الجوع وتقلل فترات الشبع، وهاي زيادة الجوع وزيادة الإدمان على السكريات راح تسبب زيادة الوزن، ومع زيادة الوزن راح تزيد الأمراض، خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكر، الضغط، أمراض القلب، وحتى أمراض الكبد. نعم أستاذة ندى، في تفسير علمي أو طبي حق الناس المفرطين في تناول السكر؟ هو دائما اعتمادنا على استهلاك السكريات البسيطة مثل الحلويات أو الشوكولات أو المشروبات الغازية أو حتى العصائر يسبب في الجسم اللي هو شو الأول ما يدخل السكر الجسم يسبب ارتفاع سريع في السكر، فنتيجة ذلك الجسم راح ينتج الإنسولين عشان يستخدم هذا السكر الموجود في الدم ويوزع للخلايا. فراح يصير لأن الإنسولين انفرز بسرعة راح يصير هبوط سريع في السكر، فهاي الدورة الناتجة لما يصير هبوط سريع يصير الجسم محتاج مرة ثانية سكر فيشتهي السكر بزيادة مرة ثانية، فندخل في هاي الدوامة أنه يرتفع السكر بسرعة وينزل بسرعة بسبب إفراز الإنسولين السريع، ونرجع ندمن إحنا على السكريات ونحتاجها مرة ثانية. نعم يعني هذا أستاذ يفسر إدمان البعض على السكريات صحيح؟ نعم أستاذة، ممكن تقولي لنا شو النصايح نقدر نقدمها حق الأشخاص اللي يعانون من هذه المشكلة، المدمنين على السكريات مثل ما قلتي مو بطريقة معتدلة، لا بالسكريات بطريقة مفرطة؟ وطبعا للمدمنين على السكريات نقولهم مثلا مرة واحدة وقفوا سكريات صعب، فالحين بقولكم بعض النصايح اللي ممكن تساعد هذه الأشخاص. مثلا لو رحنا للمشروبات الغازية أو العصائر اللي نستهلكها مع كل وجبة مثلا، فنصيحتي بدل أخذ كوب كامل من المشروب الغازي مثلا نترس الكوب بالثلج بعدين نصب المشروب الغازي فيه، فبتكون كمية استهلاكنا للمشروب الغازي ربع الكوب كامل لو استهلكناه من غير ثلج. فمثلا لو خدنا على الغداء والعشاء مشروب غازي بيكون في اليوم نص كوب ومش كوب مش كوبين مثلا. صراحة فكرة حلوة دكتورة حقنا حق المدمنين على البيبسي وهالأشياء.
بالضبط، بالذات ان نحب نشربها مع وجبات معينه وضروري، فانصح بس ان نترك الكوب ثلج كامل، فبتكون وايد قليله كميه المشروب الغازي اللي بنصبها فيه. نعم. ثاني نصيحه مثلا للحلويات السكريات، طبيعي ممكن اي انسان يصير في خاطره انه ياخذ من هذه السكريات، فانصح دمج البروتين او الدهون مع هاي السكريات. مثال على ذلك ان مثلا المكسرات نضيفها على الحلويات، مثل الايس كريم او الكنافه نضيف هذه المكسرات عليها، او حتى مثلا العسل اذا بناخذ شيء فيه سكر نضيف وناخذه مع الافوكادو، فهاي فيها بروتين وفيها دهون. الفائده من هاي الاضافه ان اول شيء ما راح تزيد، راح يكون مركب كامل، فراح نرفع من القيمة الغذائية للوجبة، راح يكون فيها ألياف، راح يكون فيها فيتامينات ومعادن، كذلك راح يكون فيها دهون مفيدة، وبهاي الطريقة ما راح يكون ارتفاع السكر سريع ونزوله سريع مثل ما شرحت في السابق. نعم نعم أستاذة ندى، شكرا لك أخصائي التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي على هالمعلومات الجميلة، شاكرين لك تواجدك معنا. شكرا أستاذة ندى. اختئامنا قبل ناخذ فقرة تقنيات حديثة، عندنا ملاحظة على نظام المسجات القصيرة، عندنا ملاحظة من الأخ بخصوص السرة ومستشفى راشد، الأخت أم فيصل، بنحول الملاحظة هاي للجهات المعنية أو إدارة مستشفى راشد وبيتم التواصل معك إن شاء الله. شكرا لتواصلك معنا في برنامج صحة وسعادة. اختئامنا فقرة تقنيات حديثة وتقنية الأو أرم. طبعا هاي أحلى فقرة عندي كل ثلاث، لأني أشوف أنها حبين تقنيات يعني أحب التقنيات الحديثة، وبالعكس هاي فقرة جدا مهمة. من بين أولويات التطوير التي حددتها هيئة الصحة بدبي هي الاستحواذ على أحدث التقنيات والحلول الذكية، وتسعى الهيئة في هذا المضمار العالمي على الساحة الطبية بكل جهد، إيمانا منها بأهمية تسخير جميع الإمكانيات وآخر ما جادت به التقنيات الحديثة لخدمة الناس. ومن هنا مع هذا الجهاز الجديد اللي استحوذت عليه هيئة الصحة في دبي نأتي إلى تقنية OR التي تستخدم في عمليات العمود الفقري في مستشفى راشد، والحديث عن هذا الموضوع معنا الأستاذة خلود عبد الله آل علي، أخصائي وقائد فريق المستقبل في هيئة الصحة بدبي. مرحبا فيك أستاذة خلود. حبتين أختي آمنة. أهلا وسهلا. أهلا فيك. سعيدين بتواجدك أستاذة خلود. وأنا أسعد. الله يحييك أستاذ خلود، ونحن دائما الحقيقة مثل ما ذكرت أختي آمنة يعني شرفنا ويعني شيء نفتخر فيه الحقيقة بدائما هيئة الصحة بدبي تسعى بتوفير هاي الخدمات الذكية والحلول والتطبيقات والتقنيات اللي دائما يعني هدفها إسعاد متعاملينها في الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي. أستاذ خلود، نحن نعرف بأن هناك بهيئة الصحة بدبي فريق يسمى فريق المسرعات بهيئة الصحة بدبي، لو في البداية تعطينا يعني نبذة عن هذا الفريق وأهميته ووظيفته في هيئة الصحة بدبي. أوكي. بداية حابة أشكركم على استضافتكم لي في البرنامج اليوم. فريق المسرعات هو فريق صار له في الهيئة تقريبا من 3 سنوات. نعم. الهدف من إنشاء هالفريق إنه يشتغل على مبادرة اسمها مسرعات دبي المستقبل. صحيح. الهدف منها هي الاستحواذ، نوفر التقنيات الحديثة اللي موجودة يعني في أماكن مختلفة في العالم نخليها متوفرة في 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 دبي عندنا، وعشان في النهاية نقدم خدمة متميزة للعميل ونحقق رؤية هيئة الصحة واللي هي مجتمع أكثر صحة وسعادة. نعم أستاذة خلود. أوكي تفضلي. اللي يصير هو إن هالفريق في عندهم دورتين، فإن دورتين في السنة، كل دورة متميزة من ناحية التحديات اللي نطرحها، وعقب طبعاً نعرض التحديات اللي نحن نبغي نحط لها حلول تقنية وتكنولوجيا جديدة، الشركات تقدم على التحدي هذا، عقب نسوي مقابلة الشركات هذه وبناء على المبادرة أو التقنية اللي عندهم ناخذ يعني نتعاون معاهم ونخليهم يتوفروا مع الدكاترة أو الطاقم الطبي اللي موجود في مستشفيات هيئة الصحة،
وإذا كانت التقنية حازت على إعجاب الدكاترة عنا حابين يجربونها عقب نجيبها عنا ونجربها. نعم أستاذة خلود، يعني هذه هي طريقتكم للاستعانة أو الاستحواذ على تقنية ما، صحيح؟ صحيح دكتورة. عفوا أستاذة خلود، ممكن تحدثينا عن تقنية العمود الفقري اللي اليوم خصيصا خصصنا هذه الفقرة عشان نتحدث عنها، واللي هي O-Arm اللي يستخدمونها في مستشفى راشد، وممكن أيضا تخبرينا عن رأي الأطباء اللي مارسوا هذه التقنية. أوكي، من اسم التقنية، هي اسمها تقنية O-Arm، هي عبارة عن جهاز مثل أشعة دائري يوفر صور أشعة ثنائية وثلاثية الأبعاد، يعطي الطبيب اللي هو موجود في غرفة الجراحة أثناء اللي يسوي عملية العمود الفقري صورة كاملة عن شكل العمود الفقري من كل الجوانب، يعني ما يعطي جانب واحد، لا كل الجوانب في الجسم يعطي الصورة حق الطبيب بشكل مباشر أثناء تواجده في العملية. يعني قبل كانوا يحتاجون أن ينقلون المريض من سرير لثاني عشان يشوفون مثلا وضع العمود الفقري كيف أثناء الجراحة، أو في جهاز اسمه سي، كان قبل في سي آرم اللي يبونه ويحطونه عند السرير وياخذ الصورة، بس السي لأنه من اسمه سي، ففي بتشوفين في 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 يعني في مكان فاضي فما يصور كل الأبعاد في الجسم. هذا لا، هو على شكل أو يوصل بالجهاز بروحه، يتحرك يوصل للسرير يصور المريض أثناء تواجده على السرير اللي هو السرير الجراحي. هاي النوع من التقنيات تساعد الدكاترة بشكل كبير اللي هم يعني يشتغلون على جراحات العمود الفقري، لأنها تقلل من تعرض المريض للأشعة، تساعد الدكتور إنه يعرف بالضبط وين يحط البراغي اللي يستخدمها أثناء الجراحة، لأن تعرفين خطأ بسيط إنه يحط البرغي في مكان مثلا حتى لو مسافة مليمترات شوي متباعدة ممكن يأثر في الحالة الصحية للمريض. تقريبا عندنا الجهاز هذا من سنة في مستشفى راشد، أو من سنة ونص. نعم. تقريبا سوينا حوالي 10 عمليات ما شاء الله. العمليات كانت نتائجها مبهرة، قللت مدة مكوث المرضى في المستشفى، قبل كانوا يمكثون من 7 إلى 10 أيام، الحين يمكثون من 2 إلى 3 أيام في المستشفى. تعرضهم لفقدان الدم بعد الجراحة وايد قل مقارنة بالعمليات اللي كانت تصير قبل، وأيضا مثل ما ذكرت تقلل تعريض المريض للأشعة. وبعدين مقياس الألم اللي كان يتعرض له المريض قبل كان من 6 إلى 8، الحين صار من 2 إلى 4. نعم أستاذة، يعني هذا طبعا سهل العمليات وجعلها أكثر دقة، ومثل ما قلتي حتى قلل وقت مكوث الشخص في المستشفى. طبعا نحن فخورين بهاي الإنجازات. نعم، حتى ساعات العملية تقل. صح. نعم نعم أستاذة خلود، طبعا أنت في البداية ذكرتي بأن يعني الأجهزة أو التقنيات الحديثة هاي اللي تم يعني تطبيقها في هيئة الصحة بدبي، هناك دائما الفترة التجريبية وأيضا الدراسة. الجميل في الموضوع بأن دائما الفترة التجريبية مهمة، مثل ما ذكرتي لأطباء هيئة الصحة يتم التعامل مع الجهاز، والأجمل في الموضوع الدراسات اللي تتم أيضا تتم على متعاملين هيئة الصحة من المرضى اللي موجودين في مستشفيات هيئة الصحة، والنتائج تكون يعني أكثر إيجابية وأكثر من واقع يعني المنطقة. نعم نعم أستاذة خلود، مثل ما نعرف أن الهيئة تحرص دائم على استخدام الحلول الذكية في العمليات الجراحية الكبرى والمعقدة، وهناك تقييم لهذا النوع من التقنيات وقياس لمدى أثره ودوره في رفع جودة الخدمات الطبية، فممكن تخبرينا أكثر في هذا الموضوع؟ شوفي، نحن الدكاترة مثلا جهاز العمود الفقري هذا، نعم، الدكاترة اللي استخدموه ودكتور بلال في قسم العظام في مستشفى راشد هو وايد وايد حب التقنية هذه وأشاد فيها بصراحة، واستخدمها حتى هاي التقنية مش بس حق العمود الفقري، استخدمها دكتور ثاني في جراحة المخ بعد، لأن مزود الجهاز هذا مزود تقنية ثانية ممكن يستخدمونها أيضا في جراحة المخ. فالوجود هذا عفوا أستاذ خلود، بس الصوت عندنا مو بواضح. أستاذ خلود لو حاطة من فضلك السماعة لو تشلينا، لأن الصوت مش واضح عندنا. لا مش حاطة سماعة، أتكلم من تليفون دايركت.
نعم تفضلي. الحين صوتي واضح؟ أفضل شوي هنا. نعم تفضلي. أوكي. فجد إحنا يعني حابين يعني الدكاترة اللي يعني يحبون يجربون التقنيات هذه في مستشفى راشد أو في كل مستشفيات هي الصحة بشكل عام، وكل تقنية نجيبها طبعا لازم يكون في فترة تجريبية نجربها، وبعدين بناء على النتائج اللي صارت في الفترة التجريبية عقب الهيئة تقرر بناء على النتائج إذا هي حابة تستحوذ على التقنية وتخليها بشكل دائم أو لا. نعم، يعني مثل ما وضحتي لنا أستاذة خلود أن هاي التقنية ما استخدمتوها فقط للعمود الفقري، استخدمتوها كذلك في عمليات المخ. عمليات المخ يعني هي تقنية واحدة بس لها أكثر من استخدام، لأن فيها ذراع روبوتي فلها كذا استخدام. نعم. وبعدين في تقنيات ثانية إن شاء الله تخص الروبوتات، وشي في الحلقات الجاية راح نعرضها عليكم إن شاء الله. طبعا، وإحنا أصلا نقول لمتابعينا أن نحن يوم الثلاث كل ثلاث في نهاية الحلقة عندنا فقرة اسمها فقرة التقنيات الحديثة، ونحن سعيدين جدا باستضافتكم واستضافة شخص أو قائد فريق المستقبل في هيئة الصحة بدبي أستاذ خلود عبد الله آل علي. شاكرين لك تواجدك معنا، وشاكرين لك هذه المعلومات الثرية التي قدمتيها لنا. أنا بعد شاكرة لكم على استضافتكم لليوم، وأتمنى لكم التوفيق. شكرا لك. شكرا أستاذة، شكرا. نعم الأخت آمنة، عندنا شوي وقت اليوم، وطبعا استمتعنا بالحديث مع الأستاذة عن فقرة التقنيات الحديثة، وهذا جانب مهم جدا الحقيقة في هيئة الصحة. ومثل ما ذكرتي يعني ذكرتي مستمعينا الأعزاء ومتابعينا عن فقرة التقنيات الحديثة، وبشكل دائما هناك كل فترة وفي كل سايكل في تقنية جديدة بنتم يعني نذكر فيها مستمعينا ومتابعينا الأعزاء. شو عندك اختيامنا اليوم؟ بنختم بخبر اللي هو عن الخرف. عاد سامحونا نختم وياكم عن الخرف اليوم، بس هذا المعد حاط لنا هالخبر اليوم. مشكلة. يقول الخبر أن الخرف يمثل مجموعة من الأعراض المرتبطة بتلف الدماغ، وهناك أنواع مختلفة من الخرف حيث تعتمد الأعراض التي يعاني منها الشخص على جزء الدماغ المتضرر. وتقول هيئة الخدمات الصحية أنه يؤثر بشكل خاص على قدرة الشخص على التفكير والحركة، ويمكن أن يسبب الهلوسة والتقلبات في اليقظة واضطرابات النوم التي يمكن أن تكون مزعجة للغاية للشخص وعائلته. ووفقا لما تقوله الهيئة الصحية البريطانية، فإن الأعراض العامة للمرض تتمثل في: أولا، المعاناة من تباطؤ في الحركة أو صعوبة في المشي أو الظهور بمظهر متصلب كما في مرض براكنسون، الشعور بالرعاش عادة في اليدين أثناء الراحة، ومشاكل في التوازن وتكون عرضة للسقوط، ومشاكل في المثانة والأمعاء، وصعوبات في البلع. يعني هاي بعض الأعراض اللي تقول لك أن هذا الشخص يعاني من الخرف. وإذا كنت تعتقد أن لديك أعراض مبكرة للخرف، وخاصة إذا كان عمرك يزيد عن 65 عام، عليك زيارة الطبيب على الفور، كما تنصح هيئة الخدمات الصحية البريطانية بهذا الشيء. صحيح اختيامنا، طبعا 65 سنة هذه يمكن هاي دراسة قديمة، ولكن الحين 65 سنة بعدهم يعني شباب. ودائما اختيامنا نحن أيضا نذكر مستمعينا ومتابعينا، ونحن تكلمنا يعني خلال هذا الشهر بالكثير من المواضيع في يعني مواضيع الكشف المبكر لكثير من الأمراض. فدائما مستمعينا ومتابعينا نذكر بأن أهمية الكشف المبكر لأي نوع من أنواع الأمراض إذا تم الفحص مبكرا أو إذا تم الكشف عنه مبكرا، يعني العلاج يكون أفضل، نتائج تكون أفضل. فدائما ننصح الجميع بعمل الكشوفات المبكرة لأي نوع من الأمراض. وأيضا دائما مستمعينا الأعزاء، دائما هيئة الصحة بدبي تحرص يعني من خلال برنامج الصحة والسعادة بأن يعني نتطرق إلى كثير من المواضيع المختلفة في هذا البرنامج، سواء من أخبار محلية أو عالمية. ودائما نحن طبعا نحرص بأن فقرات السوشيال ميديا تغطي كل المستجدات الخاصة على صفحات هيئة الصحة بدبي، وأيضا الصفحات الأخرى ذات العلاقة في الشؤون
الصحية، ونتكلم دائما في مواضيع مستجدة، وما زلنا نذكر بأن يعني فيروس كورونا موجود. فكل يوم من حلقة أو كل فقرة من فقرات برنامجنا اليومية نتكلم عن مواضيع خاصة بمستجدات كوفيد 19. فدائما نحن نسعى مستمعينا الأعزاء في برنامج صحة وسعادة أن تكون برامجنا مختلفة ومتنوعة. ونذكركم أيضا مستمعينا الأعزاء بأن هيئة الصحة بدبي توفر فحص الفيروس كورونا في مراكز التسوق بدبي، في مركز مردف سيتي سنتر ومول الإمارات وأيضا سيتي سنتر ديرة. بإمكانكم مستمعينا الأعزاء التواصل دائما على الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 8342، وأيضا بإمكانكم أخذ المواعيد، لأن اللي يحتاج أو اللي يحب أنه يصير ياخذ أو يسوي الفحص هذا في مراكز التسوق لابد أنه يتصل على الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي وياخذ موعد. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن البرنامج قدم لكم معلومات مفيدة. ودائما نقول نحن مستمعينا الأعزاء بأن الصحة والسعادة هو هذا نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أشكر فريق العمل معي اليوم في الإعداد الأستاذ الفاضل يوسف سعد، وفي التنسيق والمتابعة والإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد. وأيضا شكر خاص لأختي الكريمة آمنة العلي على تقديم فقرات البرنامج، وأبدعتي أختي آمنة، وتقبلوا تحياتي. أنا عبد الله جمعة، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.